مسكين بحال بكا مازال مدعو على الويدات لا حتى حاجه. انا خلا خلا بحال بعد دابا 7 سنين ما بزاف. تلقاوش الطبيب؟ لا والو ما داينا على الطبيب لا والو مسكين ما كاينش مشكور ما كاينش اللي يوري لك ولا يقول لك يلاه ولا انا دار معاك بكره كاين شي جمعيه ولا شي حاجه والو ولا مسكين ده. ودابا هو كيتمنى بزاف اي حاجه خصو يلحق ليها خصو الويدات خصو الرجلين هاي هادشي اللي كاين اختي وباغي يقرا وكثر القرايه قرايه هي كلشي كيقول لي خصو ضروري بابا خصو يمشي يقرا باغي يمشي كين يقرا باغي يقرا عجل قرايه هي كلشي كيشوف خوك يمشي يقرا ويجي هو كيتاسف بزاف كيقول خصني نقرا انت عارف اختي حاله ضعيفه وخدامه مع الناس بحال هكايا ما حسيت فيها نديه ولا نجري بيه ولا هاك الشيء كيبغي مصاري بزاف وانا درويش ما عديش احمد بن القاسم الفاعل الجمعوي لهاد الحاله الانسانيه اللي كتواجد بدوار حسينات التابع لجامعه البحاره ولاد عياد حاله انسانيه ديال موسى اللي كن كنجدوا المسؤولين وكنجدوا قلوب الرحمه المؤمنين اللي باغيين يديروا الخير في هاد موسى اللي كيقول مسكين خاصو رجيلات وخاصو يدات باش يقرا باش يكتب باش يلعب مع الاطفال لان كتشوف كما كتشوف الاب ديالو الحاله ضعيفه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم وكنطلبوا من جلاله الملك اللي هو امير المؤمنين يشوف في هاد موسى بعين الرحمه لانه حاله نادره اللي ما عندوش اليدين ما عندوش مسكين الرجل يلاه كيتكور وكناشد دائما ونناشد المحسنين اللي باغيين يديروا الخير لان الاب ديال موسى راه في حاجه ماسه اليها وموسى خاصو واحد الشخص اللي يقوم له بالعنايه يوميا ما كتوفرش في هاد السيد مسكين لانه كيخدم غير بالجورني مع الفلاحه حالته ضعيفه حنا كنشوفوا كنتواجدوا بالمنزل ديالو لا حول ولا قوه الا بالله ونناشد جلاله الملك امير المؤمنين اعلى سلطه في البلاد يعطي الامر ديالو ويشوف بعين الرحمه في هاد في موسى اللي محتاج بزاف ديال الحويجات. انا كنشوف هاد الحاله ديال هاد الولد مسكين موسى انا كنشوفه كنتازم لانه كنشوفه مسكين باقي صغير وحقيقه دابا والديه مساكن معاونينهم دايرين لانه باقي صغير وملي يكبر ملي يكبر كنشوفو انا عيدا والديه ضعاف مساكن ما عندهمش الحاله الوالد ديالو مسكين هانتوما كتشوفوها ومسكين ثاني عنده واحد المرض في راسو انا بغيت لا يكون شي اطباء ولا هذا يعاونوه راه الحاله ضعيفه ما كايناش مره راه نتوما كتشوفو قدامكم هذا الولد مسكين ما عنده لا يدين لا رجلين ولحد الان دابا والديه مساكن باقي مكابرين معاه وملي غادي يكبر مسكين فين غادي يمشي كنطلبوا من جلالة الملك محمد السادس الله ينصره يعاونه راه 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 فخر لينا وكنطلب من الجماعة تعاونهم من الناس المحسنين الله يكبر بهم.